مرحبا بكم في إشاري سي بيز. اليوم سأقدم لكم طريقة تحضير طاجين السردين بالجبن. سأحتاج في المقادير 500 غرام من سمك السردين مغسول جيدا ونزيل جميع أشواك منه، قليل من الكزبرة، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الزيت النباتي، يمكن استخدام زيت الزيتون، ملعقة صغيرة ممتلئة من الكمون مطحون، ملعقة كبيرة من الخردل، ملعقة صغيرة من معجون الفلفل الحار، نصف كأس من الزيتون الأحمر، 4 فصوص من الثوم محكوكة رقيقة جدا، والجبن خاص بالساندويتش. في إناء نضع فيه الملح مع الثوم، كمون، خردل، نخلطهم مع بعض، نضيف إليه معجون الفلفل الحار، يبقى اختياري، ممكن إضافة القليل من عصير الحامض، ولكن أكتفي بحموضة الزيتون. نخلطهم مع بعض جيدا، نضعهم على جنب ونبدأ في تحضير السمك. نأخذ السمك نضع عليه التتبيلة بهذا الشكل. نضع الجبن الذي قمت بقصه إلى جزئين، أستخدم فقط النصف وأقوم بلفه بهذا الشكل. جهة الصغيرة والرقيقة نضعها هي الداخل، ونقوم بلفه بهذا الشكل. بهذه الطريقة لا فقط نصف ملعقة صغيرة من التتبيلة. نلفه، نستمر بنفس الطريقة حتى ننتهي من كمية السمك. نأخذ طاجين، نفرش في قاعقين من الكزبرة بهذا الشكل، ونأخذ السمك الذي قمنا بتجهيزه ونرتبه بهذه الطريقة. بعد أن انتهينا نضيف إليه الزيت والزيتون، نغطيه ونضعه على نار هادئة لمدة 30 دقيقة. الطاجين ديالنا بعد ما كيوجد فيكون بهذا الشكل هذا، كنخليوه حتى كيحيد منه الماء اللي كيطلق لينا الحوت كله، عاد كنقدموه وهو سخون. كنتمنى تعجبكم هذه الفكرة وتجربوها. إلا عجبتكم الحلقة ديال اليوم ديروا جيم، وإلا بغيتو ديما توصلوا بالجديد ديالي تابوناو فلاش. نشوفكم في حلقات أخرى مع وصفة جديدة. إلى اللقاء.